السلام اخوي، وش راك لاباس؟ الحمد لله. صحابيان الاخ من الجزائر. من الجزائر. قبل ما نبدا التصوير قلت لي عندك 7 سنوات تجي وتمشي على تونس. 7 سنين انه من هنا ونجي نسترزق من هنا تما كجول هذه خبزتي، عندي الزوليدات هذه هي خبز، نجي نسترزق من وراه 7 سنين رايح جاي على تونس ما بين الجزائر وتونس. المفروض كي نحكي ونقولوا ديما برشة توانسة يمشيوا للعنابة، بالعكس يمشيوا يسترزقوا ويمشيوا ياخذوا من الحوانت غاديكا ويرجعوا كيما كان. نجي نسترزق لهنا وهم يروحوا يسترزقوا كيما كي، يا ربي سبحانه وعملنا كيما ونحن كي شغل تونس وجزائر خواخاوة، مش معنا حتى هي وخواتات. اه والله. في 7 سنين هذوما كيفاش لقيت تقبل مثلا لعبات يعني كي تجي تشوف؟ اخويا الحمد لله اخويا، والله هنا اخويا القدر واحد، سيرتو كي يسمعوا بك تزيري يا اخويا، والله تما كي شغل يعطيك قدر ما متصوروش القدر. قدر عندكم واحد بس مش كي عد في تونس ولا واحد. الحمد لله 7 سنين جا وجامي جاني حاكم ولا قال لي ارواح زيدك ولا. الحمد لله يا ربي والله الحمد لله. طبيعة العمل نتاعك شنو هي بالضبط؟ كيفاش نخدم الفرياب؟ انا نخدم نشري من هنا هذيك كل مرة هذيك حاجة هذيك حاجة هذيك حاجة ونروح للجزائر ويرزقني ربي سبحانه والحمد لله يا ربي. الديوانة ما فماش قلق؟ ديوانك شويه كيقلقوك هاك تعرف يزيروا عليك وبعد. الحمد لله يا ربي. يعني مكسس في حاجه كبيره انت شويه فريب شويه شويه حوايج هكا نخدم مهم كل حاجه نجي منها حاجه ونسرزق والحمد لله الحمد لله يا ربي المهم بالحلال والله. 7 سنين هذوما كيفاش تعاملك مع التجار ولا يعرفوك؟ يعرفوني محسوب سرتو في الحفصية هنا كله والله يعرفوني تسمى والله حانوت يدخل لي يعرفوني كل 7 سنين تسمى رايح جاي تونس يعرفوني يعملوني في معاملة باهية والله وديفو حتى تنقصني الفلوس يقول لي روح تزيري ما الخطر جاي كي نجي كنشفي عليه الحانوت هذاك وراه نخلص. الحمد لله يا رب. وفيها مصروف؟ فيها معناها مصروف، فيها تتكلف لك المشية تمشي وتجي معناها ريكيبيري حق ترونسبور ريكيبيري من هنا. المهم نلقى فيك السمانة هذيك المهم نجيب الحمد لله يا ربي المهم نجيب حتى شوف 400-500 تزيري نقول الحمد لله الحمد لله يا ربي المهم سونسيال بالحلال الحمد لله. قداش المرة تجي في الجمعة؟ نجي بار اكزومبل في الشهر نجي واحد 4 خطرات 4 خطرات في الشهر. تجي معناها تختار القضية اللي تحب عليها وتروح؟ لا يعرفون كل شيء راني من الحفصي يزيد نهبط الباب في ال نقضي اموري هكا نبات وصباح نروح. طريقة التعامل التوانسي توا معك بما انك انت تعتبر تاجر توا بمدة 7 سنين، طريقة التعامل كيفاش؟ التعامل وش راح نقول لك اخوي؟ التعامل عنده انا بالنسبه لي روحي انا حاسب واش نشوف كيش يقولوا واش قاعدين يتعاملوا معي بالنسبه اخويا واش راح نقول لك؟ القدر عنده محبس اخويا. اخويا الحمد لله اخويا ما عندي واش راح نقول في التوانس ورم خيوتنا اخويا هذا واش راح نقول لك؟ الحمد لله. كنا شويه على سوق عنابه وسوق برشا سوق ما نعرفهمش سوق احراس انا صحيت. حكينا على الاسواق كيفاش التوانسه تجي معناها من غادي درك نحكي لك زي ما درك انتم 100,000 تاعكم تجوا تصرفوها ذما في الجزائر 100,000 تشري لكم تصرفوها ب 670 تشري لكم برشا حوايج بس انا احنا 100,000 نصرفوها نجوا لهنا درك نجيب هذيك نجيب هذيك 5 دقائق تروح ل 100 انا شريت قد 7 كعبات نواظر قد احسبهم لي ب 25 زيد نروح لهذاك 25 لوخ 25 راه بس على 100 تاعنا تشري تشري يا خويا تشري ولا تشوف التوانسه كلها في الجزائر وحتى في المعامله مع الديوان زاد ماهيش بيان والله بيان اخويا والله كي توانسه كي تاعنا نحن بيان اخويا يعرفوا زي ما تعملوا ويعرفوا الزوالي ويعرفوا المهم شوف نقول لك الديوانه اختي لها ممنوعات برك اخوي واخدم على روحك اخويا نشوف فيهم كي مكه انا الديوانه كي تزاير كي اختي حاجه ممنوعه وروح اخوي يخدم على روحك هم يفركتوك كي يقلقوك شويه بس بعد يقول لك روح اخوي كي تاعنا كي تاعهم.
انواع السلع اللي ياخذوها التوانسه من عنابه خاصه يعملوا رحلات كل شيء مساكن زيت سكر هذا الروز زيت سكر روز الواه هذا هو المشكل تاعها مساكن شتي زي ما يبكروا على 4 تاع الصباح يروحوا للساقيه من ثم يشروا ويزيد كاش ما المهمه البيدون تاع الزيت شويه تاع سكر ويجوا داخلين هذا هو المشكل فيها الواحد وماذا بينا نحن وش راح نقول خليني نفسر حكايه خويا سرنا حكايه السيد هذاك اللي شدوه في الجزائر عنده زيت وقالوا راهو شد الحبس في الجزائر على خاطر بدن الزيت يا درك ما يطلبوا فيهم درك باش يخرجوهم يوا نورمالمون شتي زي ما وعليك شغل هو تلقاه مسكين عنده ستوك قديم يجي يطلع عليه يلقاه بك ستوك هذاك يقول لك كان مخزن زيت ومش كان مخزنه مسكين تلقاهم بحثهم بخمس سنين بسبع سنين ومضرك شغل يطلبوا فيهم كيش ميسي وربي يفرج عليهم اخوي تما ايماجيني انت انسان باباك جامي يعمل في حياته مشكل يجي عجل قداه 100 قرعه زيت ولا بدون زيت تروح تبعث بسبع سنين حبس يمشي كيماك وجامي يعمل المشكل يعني انت شوف الكازيت تاعو تلقاه مضيف خلاص لا لا معناه القضيه ماهيش قضيه لا برشا زيت ماني جست معناها نتاع 10 ما كان برشا زيت بالملايير هذاك صح كي تحكم عليه بس عنده قيمه 80 مليون هكا وعملها بين المواطن وتلقاه كشغل مستوكاها تاع مش كشغل مخزنها ولا بار اكزومبل تجي انت زوال ياك كشغل هو يحطوك شغل هو بزنس ما وما لا بزنس لا والو والله هي مش تاع الزيت هذوك مربي يطلق صراحه متوانس هذوك مربي روحوا ولا مازالوا ربي يطلق اسراهم نورمالمون نطلب العبد باش يتبون يعطيها من العفو واحد وهم غلطوا ما كانش وربي تغلط معاه تغلط ويسامحك ماذا بك خوتنا توانس هذوك نتاع الزيت واحد نطلب من العبد المجيد تبون يعطيها من العفو واحد وربي يفرج عليهم هو الحاجه الباهيه ديما العلاقات بين التونسي والجزيري تكون تجاريه اولا ثانيا اقتصاديه وثالثا سياحيه بحكم انه اكثر من 5 ملايين جزيري يجيو لتونس كل عام في الصيف يجوا في الصيف ويجوا في الريفيون ومن هنا ويجوا خلوا صوار الكبار الى هنا ويروحوا نورمال ما عندهم حتى اشكال هاك شتي جزيريين يا اخي ما عندهم عندنا نحن سياحة عندنا بجايه عندنا عنابه عندنا عندنا سياحة باش كي شغل الجزيريين كي شغل عندهم قسطه وياهم هم عندهم قسطه وياهم كي شغل اللي يجوا لتوانسه كي يحبوا كي شغل يحبوا تونس فهمتي ما بين تونس والجزائر شوفاها نورمال ما كان والو خيوتهم ما كان والو كلمة الختام اعطينا هكا كلمة باهية على التوانسة والجزيريين توانسة وتزيري وش راح نقول لك يا اخوي تونس واد انا نقول لك كلمه كون جيت تاكل لا حدود لا والو ناحي الحدود خلاها مع بعضها كون نشوفها زي بعضنا ما كان حتى تفرق بيني بين توانسة وتزاير ربي يسهل لك.